السلام عليكم أعزائي، معكم أسامة غزال. اليوم بدنا نتحدث عن الفاير داك، فاير داك كونكشن، فاير داك تيبل، فاير داك كويري. الفاير داك هي عبارة عن كومبوننت بتعامل مع الداتابيز مباشرة، أي داتابيز بدك إياها، إن كان اس كيو ال سيرفر، ماي اس كيو ال، اوراكل، اكسس، اي شيء انت ممكن تحتاجه حاليا. اول شيء بدنا نروح على الفاير داك. في عنا الفاير داك كونكشن بدنا نحطه، وفي عنا الفاير داك كويري، وفي عنا الفاير داك تيبل. هذه الاساسيات اللي ممكن نحتاجها. في عنا كمان بدنا نتعرف على اي درايفر احنا بدنا نتعامل. هلا في عنا في اللينكس الفاير داك لينكس، بنختار شو الدرايفر اللي احنا نتعامل معه. اليوم بدنا نتعامل مع المايكروسوفت اس كيو ال سيرفر، فراح نلاقيه ام اس اس كيو ال نوضعها. اوكي، هلا في امور تانية ممكن نحتاجها زي الايرور ديالوج، زي اللوجن ديالوج، زي الويت كيرسر، بصير نستخدمها بصير ما نستخدمها، الامر برجع لنا احنا، ما عندنا مشكله. اوكي، حنحتاج مع الفاير داك دائما اللي هو داتا سورس. داتا سورس في الداتا اكسس، داتا سورس عشان نربط هذا الجدول الجريد في هذا التيبل او في هذا الكويري. بده يكون في عنا وسيط بيناتهم. فاذا هذا الجريد بدنا نحكي له الداتا سورس تبعته مثلا، او الداتا سورس تبعته داتا سورس 1 هذه. اوكي، هلا هذا الداتا سورس بدنا نربطه كمثال حاليا بالتيبل. التيبل اوريدي مربوط في الكونكشن، فاذا نختار التيبل والكونكشن، بدنا نعرف البارامترز تبعته. دبل كليك على الكونكشن، بدنا نختار اول شيء درايفر اي دي. اذا بدنا نختار ال ام اس اس كيو ال سيرفر، نختار هذا الدرايفر. اوكي، بيطلع لنا على طول البارامترز. اول شيء بنعرف اسم السيرفر. احنا عندنا السيرفر تبع الداتابيز اسمه سيرفر، بدنا نعرف الداتابيز. الداتابيز عندنا اسمها ماي داتا. بدنا نعرف اليوزر نيم، احنا مسمينها هون ارقام، والباسورد ارقام. بنسوي تيست الكونكشن. اوكي، اعطانا كونكشن استابليشد سكسسفول، معناته انا هاي البارامترز استخدمتها صحيحة، وبقدر أسوي فيها لوجين على الداتابيس تبعتي وعلى الداتا تبعتي، وبنقول له أوكي. اللوجين برومت هاي إذا كانت ترو، كل ما بدنا نسوي كونكشن بده يسألنا على الباسورد، فإحنا لا بنشيلها، ما بدنا إياها، ما بنحتاجها. أوكي، طيب نيجي حاليا كيف بدنا نشغل هذا الكونكشن، كيف بدنا نربطه، كيف بدنا نتعامل معه. هلا لو إجينا إحنا على كبسة كونكت، هاي كبسة عادية، نيجي نعطيه دبل كليك عليه، نكتب له، خلينا أول إشي نسمي الكونكشن، النيم نسميه ماي كونكشن، وهذا بدنا نسميه نيم ماي كيو آر واي، وهذا بدنا نسميه ماي تيبل، نعطيهم أسماء. هلا بالكونكت دبل كليك بنعطيه ماي كونكشن دوت كونكتد ايكوال ترو، وفي كبسه الديسكونكت بنحكي له ماي كونكشن دوت كونكتد ايكوال فولس. طيب احنا كيف بدنا نعرف انه هذا الكونكشن سوى كونكت ولا لا؟
بدنا نعطيه شوية متغيرات. أنا عندي هون status bar حاطط فيه أسماء أو خانات، بدنا نستخدم هذه الخانات. في الماي كونكشن في عندنا في الايفنتس المهام تبعته، في عندنا افتر كومنت، افتر كونكت، افتر ديسكونكت. بنيجي بنمسك له اول واحده هذه افتر كونكت، بنحكي له status bar 1.panels لا panel الاول اللي هو رقم 2 فعليا 01.text equal connected. وبدنا نضيف له كمان على الليست هاي برضو الحالة عشان نعرف كيف مراحل الكونكشن كيف بيشتغل، كيف السايكل تبعته. فنفس الطريقة هون بنعطيه list books1.items.add ونعطيه connected. تمام، خلينا ننسخ هذول السطرين كوبي. بدنا نعطيه كمان في الماي كونكشن افتر ديسكونكت سوي له بيست، وهون بنكتب له ديس كونكتد وهون ديس كونكتد. وفي عندنا كمان بيفور كونكت، بالبيفور كونكت بدنا نقول له هاي ويل كونكت، هاي هي بيفور كونكت وهون ويل كونكت. هاي بس رسائل احنا بنعطي عشان احنا نعرف شو اللي عماله بصير. وبيفور ديسكونكت نفس الشيء ويل ديسكونكت اند ويل ديسكونكت. وفي عنا on error و on login و lost و recover و restore. راح نشوف هاي الوظائف لايش هي بتسوي. طيب هلا احنا مبدئيا خلينا نسوي run، اعطانا في error. في ناسين نقطتين في بعض. هلا لو جينا احنا قلنا له كونكت اعطانا هيها كونكتد. لاحظوا هون اعطانا ويل كونكت، هذه الرساله البيفور كونكت. اذا بنفذ اول شيء البيفور كونكت بعدين بنفذ الافتر كونكت. واذا سوينا له ديسكونكت اعطانا ويل ديسكونكت اللي هي بيفور كونكت وديسكونكتد اللي هي افتر ديسكونكت. طيب في عندنا كمان وحده ممكن نسويها اللي هي on login. on login هلا في التكست مش راح تبين، حتبين معنا بالاد لانه حتكون لحظيه. نقول له logging in. لاحظوا هلا حيعطينا هي connect disconnect. لا لسه سوري on login before commit. اوكي الان بدنا نيجي نسوي هاي الكونكشن، بدنا نعطيه امر برضو لهذا الكويري. الكويري ممكن نيجي نعطيه او التابل، التابل ممكن نشبكه في تابل في قلب الداتابيس. خلينا نشبكه بالامبلويز ونسوي له بالماي كونكشن افتر كونكت بدنا نعطيه ماي تيبل دوت اوبن. لاحظوا مجرد ما سوى كونكت هاي ديسكونكت هاي كونكت ديسكونكت هاي كونكت. مجرد ما احنا سوينا كونكت
على طول اعطانا اوبن لهذا التابل مباشره، ديسكونكت فصله. طيب احنا ممكن نيجي نعطيه برضو كمان انه before disconnect سكر لي اي كونكشن او اي تيبل، نحكي له close نفس الطريقة. طيب هلا احنا عرفنا كيف نسوي connect و disconnect عن طريق الديزاين تايم. فعليا احنا ما سوينا شيء، احنا عرفنا كل شيء من هون. في عندي برضه كمان الماي تيبل بامكاننا احنا نمحيه، ما بدنا اياه. اوكي نيجي نسوي هذا الكويري، دبل كليك، نيجي نحكي له سيلكت ستار فروم امبلويز اكسكيوت، نفذ هي. اوكي طيب هلا الداتا سورس هذا بنشبكه مع الماي كويري، وبنمكن نحكي له هون ماي كويري دوت اوبن، وهون ماي كويري دوت كلوز نفس الطريقة. فتحنا الكويري وسكرنا الكويري بالافتر كونكت وافتر ديسكونكت. هاي ديسكونكت. طيب لنفرض انه احنا هلا ما بدي انا اسوي هذا بالديزاين تايم، بدي اسوي اعرف كل شيء بالران تايم. يعني انا هذا المايك ماي كونكشن، احنا هذا الماي داتا ما بدنا اياها، ارقام ما بدنا اياها، ارقام سيرفر ما بدنا اياها، احنا ما عرفنا اي فاريبل. وهذا الماي كويري احنا ما بدنا نعرف في قلبه اي شيء. فلو اجينا هلا سوينا ران نحكي له كونكت، اعطانا ايرور، ما عندي سيرفر ولا عندي داتابيز ولا عندي يوزر نيم ولا باسورد ولا شيء. طيب اعطانا شوفوا الكونكت ووقف، ما سوى كمان ما كمل. فاحنا هون في هاي الحاله لما بدنا نيجي نشتغل هلا بالران تايم مش بالديزاين تايم، بنحكي له بالكونكت. بدل ما اعطيه كونكتد ايكوال ترو بنعطيه ماي كونكشن دوت اوبن. اوبن اوبن ايش بدك تحط في قلبها؟ بدك تحط في قلبها الكونكشن سترينج. الكونكشن سترينج عباره عن اما بتيجي قسم واحد فيها كل السترينج تبعت الكونكشن كامله بين الداتابيز والسيرفر، واما بنقسمها. يعني لنفرض انه انا في عندي هون variable بنسميه باس اكس اكس باس و اكس يوزر، هذول عبارة عن string، وعرفنا له هون ال اكس اكس باس عبارة عن كلمة ارقام اللي هي الباسورد، ونفس الشيء عرفنا له ال اكس اكس يوزر عبارة عن اللي هي اليوزر نيم. اوكي بدنا نيجي اول شيء نحط له هون نحكي له درايفر اي دي. هلا الدرايفر اي دي هذا بده يساوي ام اس اس كيو ال، بعدين نعطيه فصل نقطه. هي عرفنا اول شيء نوع الداتا بيز بدنا نتعامل فيها، بعدين نعطيه اللي هو السيرفر. شو اسم السيرفر؟ السيرفر عبارة عن من غير الدبل كوتيشن عبارة عن ماي داتا فاصلة، لا فاصلة منقوطة وليس فاصلة. بعدين نعطيه الداتا بيز وتساوي الماي داتا، تمام. بإمكاننا نضيف له الباسورد واليوزر نيم هون، بإمكاننا نقول له فاصلة مش فاصلة منقوطة، نقول له اللي هو ال اكس اكس يوزر ننزل السطر تحت ونعطيه فاصلة
اكس اكس باسورد. اذا هو الكونكشن احنا جبناه باول قسم واعطيناه فاصله وحطينا له الباسورد اليوزر نيم مباشره واعطينا له الباسورد. هذه طريقه. وفي الكونكتد هون بنعطيه اما disconnected equal false او بنعطيه كلوز، برضه بصير. نيجي ننفذ حاليا كونكت ما سبق كونكت. هلا حكينا الدرايفر اي دي ايكوال ام اس اس كيو ال فاصله منقوطه، سيرفر يساوي ماي اسف السيرفر يساوي سيرفر، اسف احنا غلطنا. هاي كاميرا ران وهي كونكت. اعطاني كوماند تكست ماست نوت بي امتي، ليش؟ لانه احنا اعطيناه الافتر كونكت هون للكويري اوبن، احنا بدنا هاي نوقفها حاليا. كونكت اعطاني كونكت كونكتد، ديسكونكت اعطاني ديسكونكتد، كونكت اعطاني كونكتد. اذا احنا هون شغلنا الكونكشن، سوينا الكونكشن سترينج في الران تايم مش في الديزاين تايم، يعني هذا فاضي ما فيش في قلبه بيانات. طيب هذه طريقه. الطريقه الثانيه انه نضيف الباسورد واليوزر نيم عليها، يعني هلا احنا هذه لو سوينا له كوبي وبيست وسوينا له هاي ريمارك بإمكاننا هون احنا نضيف، نعطيه هون فاصلة منقوطة، نعطيه يوزر اندرسكور نيم ايكوال ارقام فاصلة منقوطة باسورد ايكوال ارقام. الطريقة هاي هلا يوزر نيم في بيناتهم اندرسكور ونسوي له رن. نفس الشيء هي كونكت اعطى كونكتد، ديسكونكت اعطى ديسكونكتد. اذا هي سوينا طريقه اخرى بالكونكشن. ان شاء الله الامور تكون هيك واضحه بالنسبه للكونكشن. عندنا كمان بالنسبه للكويري. هلا الكويري احنا زي ما حكينا هون فاضي، ما في في قلبه شيء. بإمكاننا نيجي نعطيه إنه after الـ after connect هون هذه نعطيه الـ open نفتح قوسين ونعطيه جملة مباشرة select star from employees. إذا بنحط الكويري مباشرة، يعني انا مرات ما بحتاج اني افتح كويري احط كومبوننت لكل جمله، فخلص بعطيه انا اوبن وبعطيه الكويري مباشره ونيجي نعطيه رن وهي كونكت، فتح لنا الكويري مباشره بكل سهوله. ديسكونكت سكرها، كونكت فتحها، ديسكونكت سكرها. اوكي هاي طريقه اخرى في عندي بالنسبه للكونكشن. انا في عندي هون بدي اسوي انسيرت لداتا في قلب هذا التيبل نفسه. في عندي هون انا حاطط ايديت لامبلوي نيم وسالري وديبارتمنت. ممكن اجي احكي له انا هون في الانسيرت امبلوي اف من غير اف، خلاص احنا مباشره خلينا نقول له، نيجي نقول له ماي كونكشن dot execute SQL. هون بنقدر نعطيه احنا مباشرة جملة insert للإمبلوي. بدنا نعطيه الجملة insert into employees، نفتح قوس شو اسم الفيلدز employee name فاصلة
سالري فاصلة ديبارتمنت اي دي. اوكي وات ايلس؟ هلا بدنا نحط الفاليوز. اذا معطيه زائد انتر نفتح كوتيشن نحكي له هون الفاليوز. هلا الفاليوز اذا انا عندي القيم مباشره بحطها هون وبخلص. اذا القيم مش عندي وغالبا حتكون مش عندي لانه بدي اجيبها من متغير من كنترولز من اديتس من اي شيء اخر، فلا نعطيه هون اللي هو يجيبها من بارامترز. فبنحكي له نقطتين فوق بعض معناته بدي اجيبها من بارامترز، بنحكي له ايش نيم. اوكي بعدين بنعطي فاصله نقطتين فوق بعض سالري فاصله نقطتين فوق بعض اللي هو الديبارتمنت اي دي. اوكي هلا احنا هون طلبنا منه حطينا انسرت لثلاث جمل لثلاث فيلدز اللي هي امبلوي نيم وسالري والديبارتمنت، وكملنا الجمله بالفاليوز طلبنا منه ثلاثه بارامترز. طيب هلا كيف بدنا نعطيه البارامترز اللي هي الانتري؟ بنعطيه هون فاصله وبنفتح قوس مربع وبنسكر قوس مربع، فقلب هذول القوسين مربعات بنحط الفاليوز اللي احنا بدنا اياها. اول فاليو بدنا اياها اللي هي edit employee name.text. ثاني قيمه بدنا نحط له بدنا نحول له التكست هذه. هلا احنا هي الايديت امبلوي نيم وهذه السالري وهذه الديبارتمنت اي دي، هاي بدنا نحولها من سترينج اس تي ار تو فلوت لانه احنا الفيلد عندنا فلوت نوع. ونفتح قوسين وبنحكي له ايديت سالري دوت تكست. خلينا نسكر هاي هلا مبدئيا انا مش محتاجينها. اوكي وهذا خلينا ننزله تحت. بعدها انتجر سوري اس تي ار سترينج تو انتجر ل ايديت اللي هي ديبارتمنت اي دي دوت تكست. اوكي هلا احنا هون عبينا اول شيء حطينا اسماء الفيلدز اللي بنعبي في قلبها هذولي، بعدين حطينا الفاليوز اللي هي عباره عن البارامترز اللي بدنا ندخلها، بعدين حطينا فاصله، بعدين حطينا النتائج بين قوسين مربعات. تمام هلا بدنا نجرب شو بده يعطينا البرنامج. هي حكينا كونكت سوى له كونكت ديسكونكت اعطانا ديسكونكت. قبل هذه الحركه بدنا نسوي شغله نسيناها، بدنا نسوي ريفرش للتيبل عشان نشوف النتيجه. هون بنعطيه ماي كويري دوت ريفرش وبنعطيه ماي كويري دوت لاست عشان يفرجينا اخر ريكوردز ضاف. هاي كونكت سوا كونكت. نيجي هلا بدنا نضيف له امبلوي جديد. شو الامبلوي اسمه؟ مثلا مايكل. قديش الراتب تبعه؟ مثلا 750 دينار. الديبارتمنت موجود في الديبارتمنت رقم 4. نحكي له انسرت امبلوي. اوكي هلا حتى يبين معنا نقول له ريفرش تيبل. هاي ريفرش تيبل اعطانا مايكل 750 4. نيجي نعطيه اسم ثاني مثلا نقول له سامي حسن راتبه 900 دينار بالديبارتمنت رقم 5 ونعطيه انسرت امبلوي ونعطيه ريفرش طلع لي هي سامي 900. اذا هيك تعلمنا كيف نسوي الكونكشن عن طريق الديزاين تايم او عن طريق الران تايم.
كيف ننفذ كويري مباشرة من غير ما أنا أحط كويري مباشرة من الكونكشن، وأحط الجملة الكويري ونعطيه البارامترز ونعطيه الفاليوز تبعت البارامترز، وكيف نسوي open لكويري ونعطيه الجملة مباشرة. إن شاء الله تكون هيك الأمور واضحة. هذا القسم الأول من الفاير داك. إن شاء الله القسم الثاني راح ندخل في تفاصيل شوي بتهمنا، بالذات إذا كانت الكونكشنز عندنا فيها لوز، ممكن تكون عندنا الكونكشن بتعامل مع كونكشن مش مستقرة، ممكن أكون أنا شابك على سيرفرات مكان تاني والإنترنت مرات بفصل مرات بشبك. إن شاء الله الحلقة الجاي بنتعلم كيف نتعامل مع هذه الأمور كلها. الله يعطيكم العافية، وما تنسوش تسووا إذا عجبكم الفيديو تسووا لايك وشير، وبرضه ما تنسوا تسووا سبسكرايب إذا أنتم مش عاملين سبسكرايب في القناة. يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.